كريستينا حنا، وإلا ما عرفنيش أنا اسمي كريستينا حنا هنا على اليوتيوب. والنهاردة صحيت، ويعني أنا النهاردة عندي يوم إجازة، وآخر كام يوم كانوا صعبين جدا، لأن زي ما انتوا عارفين الأسبوع اللي فات عملت كلين أب كتير جدا، عملت تنظيف الربيع يعني. فقلت ان انا النهارده هاخد يوم لنفسي، اروح اتمشى فيه، اعمل فيه يوجا، وهعمل الروتين بتاعي اللي بعمله كل اسبوع، مره في الاسبوع، مره كل اسبوعين كده، اللي هو تقشير الجسم، تقشير البشره، تنظيف البشره، عنايه الجسم كلها. فا اوف كورس النهارده انا لابسه معاكم شورت عشان هوريك كل حاجه، بس عاده انت بتكوني يعني just like you wanna do it all over your body. ففيديو النهارده هيكون روتين عنايه الجسم كلها، هحاول اديكوا على قد ما اقدر الديتيلز يعني، افسر فيها كتير عشان في ناس كتير طلبت مني الفيديو ده. سو قبل ما اتاخر، ما تنسوش ان تشجيعكم للقناه اهم حاجه، وهو ده اللي بيعيشها. فاي واحد بيحب الفيديو يعمل لايك، لو في عندك معلومه تزوديها على الفيديو تحطيها في التعليقات تحت، and obviously subscribe، اشتركوا الزرار اللي هنا كده في اي حته على الشاشه علشان تشتركوا في القناه بتاعتي لفيديوهات جديده كل اسبوع. ف alright يلا بينا. انا لسه صاحيه، عملت يوجا وشربت القهوة بتاعتي، because I'm telling you النهاردة يعني هيكون يوم استرخاء جميل جدا. عادة بكون مشغلة اللي هو classical music ولا حاجة زي كده، but yeah. النهاردة اليوم انا هقضيه من غير مكياج، so it's very important، مهم جدا ان انا انضف البشرة كويس جدا واغذيها، فعملها كم ماسك كده. سو عايزه بس اتاسف للنور مش هيكون بيرفكت النهارده، لان انا بصور بالنور الطبيعي، وزي ما انتم شايفين في نور جامد جدا ورايا. سو انيويز، من اول حاجه هستعملها هستعمل الكلينزر، الاويل كلينزر ده انتوا عارفين ده من عند شو وميرا، بحب البراند دي جدا للكلينزنج اويل. الزيت بتاع التنظيف بتاع البشره على طول يتحط على البشره الناشفه، يعني ما تبليش بشرتك قبليها. And the reason why انا بنظف البشره كويس جدا عشان انا هروح انظف المسامات، انعم النقط السوداء عشان لما نيجي نشفطها او تعملي extractions او اي حاجه تطلع بسهوله. سو تعملي مساج كويس جدا بالاويل ده وتسيبيه كام دقيقه كده. يعني انا عامه لما بعمل الروتين دي بكون في الحمام على القليله ساعه وباخد وقتي، ولما بطلع بحس نفسي فعلا very relaxed. يعني في المية بقى هتلاقي ايه، الايمولسيفايد، يعني اللون اتغير، ابتدى يبقى ابيض، بس مش بيعمل صابون، مش بيرغي، and that's also normal، دي حاجة عادية. اوكي دلوقتي عشان انضف البشرة واكملها هستعمل من عند ديرمالوجيكا اللي هو الديلي مايكرو فايبرنت، اي ثينك مايكرو فوليانت، سوري، دي باودر حلوه جدا. البيس بتاعتها معموله من الرايس ووتر، ميه الرز، وبيعمل مايكرو اكسفوليشن حلوه جدا على البشره. سو انا بحب جدا استعمل الفوريو مع الباودر دي، بتكون حلوه جدا. لايك اونستلي البشره بعدين بتكون ناعمه زي بشره البيبي بالظبط. سو تحطي بس شويه ميه على الفوريو، انن الباودر دي بجيبها بقالي كام سنة اوريدي عشان اعمل المايكرو اكسفوليشن، and honestly كل مرة تعمل اكسفوليشن تقشير البشرة حلو جدا. So like دلوقتي بشرتي ناعمة جدا، it's like really really nice and really really clean، حتى شوفي بتلمع كده من غير ما احط عليها ولا حاجة خالص. بس دلوقتي هكمل واحط الماسك اللي هو بنتانايت كلي. لو ما تعرفوش الماسك ده انا اتكلمت عليه كذا مره، ده ما بيتخلاش من الحمام بتاعي على طول، انا وجوزي بنستعمله. This is an amazing and amazing mask. هوريك الخلطه اللي انا بعملها ازاي. سو باخد كده زي ما تقولي معلقه صغيره بحطها في البول دي، وانا على طول بخلي الابل سايدر فينيجر اللي هو اخلي التفاح على طول في الحمام، لاني بستعمله على شعري، على جسمي وعلى وشي، فانا هحط منه حبه كده. This is honestly like the best mask. هو يدوبك الغطا كده، شويه ميه، انا احب ابتدي بشويه وبعد كده ازود عشان ما يكونش ناشف جدا. وفي حاجه تانية بعملها، بزود زيت الشجره اللي هو tea tree oil.
لانه حلو جدا للبشره وتنظيف البشره. حطي بقى كذا نقطه كده. alright so دي التكستشر دي حلوه عشان البشره. اهم حاجه اصلا على المناخير دي مهمه جدا لان كل النقط السوداء بتكون عليها، وده لو عندك بشره حساسه او عندك اكزيما او عندك اكني. this is honestly اسهل وارخص حاجه تعمليها، بتخلي البشره بتبرق، بتنضف البشره بطريقه حلوه جدا، لانه الخل بيشيل البكتيريا والتي تري ان البنتانين كلي دي بتخلي البشره فاتحه وصافيه جدا، بتنضفها بطريقه حلوه قوي. انا ما بجيبش اي ماسك على رقبتي بيكوز ما فيش بورز، يعني ما فيش مسامات على الرقبه، فمالوش اي لازمه. وانا بشوف ناس كتير بتنزل ماسك لغايه هنا، مالوش اي لازمه. alright so اكيد شكلك crazy 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 and that's absolutely normal. الماسك ده تحفه تحفه للبشره. على بال ما الماسك ده يمشي يعني وياخد وقته، هو بياخد about like 10 minutes، انا ما بحبوش ينشف جامد جدا على البشره، فبعمل حاجه اسمها dry brushing. if you guys ما تعرفوش ده ايه، ده this is honestly wonderful، وخصوصا انا احنا عندنا شتاء هنا جامد جدا، فجلدي بيقشر بسرعه جدا حتى لو بحط عليه كريم، فلازم على القليله مره في الاسبوع اقشر البشره بتاعتي في جسمي يعني. حلو جدا. so I like to use this brush، جبتها ب$10 من عند winners، ممكن تطلبيها برده من على امازون. ليه؟ لانها جامده بس مش قوي يعني، مش بتعوري. عشان اوضح، البرش دي لازم تتعمل على الجلد الناشف، تتعمل دواير وتطلعي على فوق. يعني شفتوا وانا بعمل رجلي بعمل دواير دواير وبطلع على فوق. alright بباقي الماسك اللي انا حطيته هنا ده هحط عليه شوية بيكنج سودا. alright فالخلطة دي بقى مهمة ليه؟ انا بقى لي مدة بستعمل المزيل اللي هو الدي اورين ده الطبيعي اللي مفهوش الومنيوم. المشكلة في كده ان انا بعرق كتير وبتحرك كتير، فطبعا انا ما بحبش ان تكون ريحتي وحشة خالص. فالماسك ده you might think it's weird يعني، بس دي حاجة نفعتني جامد جدا، بعملها مرة في الاسبوع تحت الدراع يعني. you just put the mask like this وتقعدي بيه 10 دقايق ولا حاجة. ليه بقى؟ اول حاجة ده بيساعد ان المنطقة دي ما تكونش خضراء او زرقاء جامد جدا، بيخلي بيحسن اللون. اوكي فطبعا تتاكدي، انا عامه مش بكون لابسه حاجه فده عادي، بس لو هتلبسي حاجه حاولي تخليها ما تتوسخش يعني. but also انه ده بيشيل البكتيريا، اصل انت بتكوني ريحتك وحشه مش علشان الديورن طبيعي، انت بتكوني ريحتك وحشه لان المكان ده مش بينضف كويس قبل مثلا ما تحطي الديودرنت. فاحنا انت ممكن تستحملي كل حاجه، وفي ناس كتيره بتستعمل الليفه اللي هي بلاستيك دي، ودي بتلم بكتيريا جامد جدا، فالمكان ده لازم تعتني بيه برضو وتعملي له تقشير وتعملي له ماسك علشان ما يعملش الروائح اللي احنا مش بنحبها دي. سو البيكنج سودا برضو بتشيل الروائح، الكلي بتحسن اللون والتكشر تحت الدراع يعني، and obviously الخل بيشيل البكتيريا لو في بكتيريا. فعلى قد ما تقدري تقضي 10 دقايق كده and fun time. alright زي ما انتوا شايفين انا لسه بنشف الماسك اللي تحت الدراعات، بس زي ما انتوا شايفين الماسك ده ابتدى ينشف قوي. so احسن حاجه انك تاخدي مايكروفايبر بميه سخنه، هو بيعمل شغله في 10 دقايق اقصى حاجه يعني. سو علشان الماسك ده بياخد وقت اكتر ان هو ينشف، لان طبعا بتعرقي وبتتحركي، بحب اعمل حاجه تانية بس وانا عامله كده على طول. سو اي يوز ا شوجر سكراب. اوكي تقشير الجسم بالسكر ده بجيب يعني العلب دي بجيبها من وول مارت من وينرز اي حاجه، بس بتاكد ان هي مثلا فيها كوكونات او شيا باتر او حاجه زي كده بالسكر او بالقهوه. سو التقشير ده حلو جدا للبشره،
And this one, it really smells good. It smells amazing. بس انا عامه بحب اعمل التقشير بتاع البشره بره في الحمام في البانيو هنا، لان ده خصوصا بحب اعمل بيه التقشير واسيبه شويه لانه فيه شيا باتر اند كوكونات اند مانوكا. ممكن طبعا انت تعملي الخلطه دي في البيت، تستعملي الكوكونات وشويه زيت الكوكونات اللي هو جوز الهند وشويه سكر او الكوفي جراوندز مثلا. It's really good. I love it. بيخلي البشرة so soft after. عشرين دقيقة عشر دقايق اللي ده وسبت عشر دقايق تانية بعد ما عملت السكراب. بحب اصيبه شوية على البشرة لانه فيه زيت جوز الهند فبيعمل له هيدريشن. سو دلوقتي انا وصلت لمرحلة الشاور وهروح استحمى، بس هوريكوا استحمى بايه. alright انا حاليا بستعمل حاجتين وفرحانة بيهم جدا، ورحت اشتريت منهم كتير تاني عشان اتأكد ان انا هيكون عندي منهم مدة. like I literally went out ورحت اشتريت اربعة تيوبز من دول. هو اول حاجة بيكسي بعتولي الباكج دي and لقيت الجلايكوليك بودي بيل. this one is amazing. يعني حتى لما كنتش عملت التقشير اللي هو بتاع الدراي براشينج والشجر ده، هتحبيه جدا وتخليه على طول عندك في الشاور. I personally love it. خلى بشرتي تحفة. النقط الصغيرة اللي هي حمرة دي راحت لو زي الشيكن كده، and البشرة بتاعتي بقت ناعمة جدا جدا جدا. I really really love this. رحت واشتريت منهم اربعة تانيين because I was just in love with that. And بستعمل ده مع اللي هو الكوريين جلوف. So if you don't know what this is, هي دي حتة قماشة بالفيسكوز بتهيألي، فهي جامدة شوية يعني مش ناعمة قوي، ودي أحسن من الليفة اللي هي بالبلاستيك. Like, let me show you this one. لأن دي بتلم بكتيريا بسرعة والمفروض تغيريها كل honestly كل 3 أسابيع، بس محدش بيعمل كده طبعا، احنا كلنا عارفين. So this one الجلوف ده أول ما هتطلعيه هتبليه هتلاقيه اسر كده شوية وصغر عن حجمه. اوكي أنا بخلي الباكج بتاعي هنا. As you see I have a whole pack. ممكن تجيبيه من على Amazon أو online أو أي محل كوريان مثلا. So basically what I do، أروح بلا جسمي الأول عشان أنزل كل الشجر اللي عليه ده، بلا الجلوف حط عليه ده، وبعد كده أبتدي بقى على دراعاتي والرقبة بتاعتي أعملها إكسفولييت حلو قوي برضو، لأن أنا بحط السكين كير بتاعي لغاية هنا اللي هو sunscreen والفيتامين سي وكل الحاجات دي. كده كده ورا ودانك طبعا. Of course كمان قضي وقت تحت دراعاتك علشان تعملي exfoliation، تقشير البشرة من تحت الدراع كده، عشان انت بتحطي deodorant كل يوم او بتحطي اي حاجة عشان تكون الريحة حلوة. And obviously بقى ايه، go to town exfoliate all your body، اعملي تقشير البشرة كلها. الباكج دي فيها بتاع 8 I think it was $10، مش حاجة غالية خالص. And this too is so 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 good. وريحته حلوة جدا. So انا بس هخش في الشاور وهرجع اكمل معاكم. Alright so خلصنا تقشير البشرة. دلوقتي هنعمل الهايدريشن اللي هو ترطيب البشرة. طبعا انت لو هتعملي تقشير البشرة مهم جدا ان بعديها تعملي ترطيب، لان خلاص انت شلتي كل الديد سكين اللي هو الجلد الميت، فلازم بقى تروحي تغذيها. قبل ما اتكلم على موضوع الترطيب بتاع البشرة هتكلم بس على حاجات الشاور بسرعة، لان في ناس كتير سألاني عليها. فانا بستعمل البراند دي على عشان اعمل شيب يعني بشرة جسمي، بعمل رجليا في كل حتة يعني. عامة انا عاملة ليزر فالموضوع ده عندي مش حاجة مهمة جدا. I barely have anything. انا عاملة ليزر بقالي already 10 سنين. احسن غسول يعني للجسم كله اللي هو من عند بايوديرما، اسمه أنتوديرم Ultra Nourishing Anti-Irritation Cleansing Oil. وده حلو جدا لو جسمك حساس، لو عندك اكزيما، او بس لو بشرتك ناشفة جدا. لتر كبير and طول عمري بجيبه يعني، and it's been a really really long time. بقالي بتاع 6 سنين داخلة بجيب فيه، خصوصا في الشتاء بينفع جدا. and obviously for ladies part لازم الحتة تتغسل بصابون يعني very for sensitive skin وملوش روايح ولا حاجة. so I use the summer's eve delicate. في contradiction كتير على الموضوع ده، في بيحبوا يستعملوه في مش بيحبوا يستعملوه whatever
اللي ماشي عليكي هو ده اللي هينفع. يعني انا مش بقولك استعمليه، انا ماشي عليا، بس obviously ما تحطيش اي حاجه جوه، تغسلي كل حاجه كده من بره. رايت اوكي، دلوقتي وصلنا لترتيب البشره. فاول حاجه هتعملها هو الاي باتشز دول من عند بيكسي، علشان انا بحبهم جدا. they're like gel so انا استعملت الباتش دي معاكم كتير. And بستعمل الكوريين براند دي اللي هو الكليف، بحبهم جدا، خصوصا الشيت ماسك بتاعهم اللي بيجوا في العلب اللي هو سكين ستار بتهيألي. And this one في يالورونيك اسيد اللي هي مبلولة كده وفيها سيروم. And it's really meant to hydrate، يعني المفروض ان هو يرطب البشرة كويس كده. الحاجة الوحيدة اللي مش بحبها في الماسكات دي خصوصا في الشتاء انها ساقعة اول ما تحطيها. And I just like really hate this. سو حطيها على الباتش، يعني there's no problem at all. حاولي تخليها تلمس كل المكان في بشرتك. فعلى بال ما اخلي الماسك يعمل افكت، بستعمل البايوتيرم نمبر 1 لي كارباريل just to hydrate my body. I love this cream كل حته. I love the smell بتاعته لانها ريحه برتقان كده خفيف. I really love it. على ظهر ايدك كمان، ما تنسيش ظهر ايدك. Alright، بقى لنا 10 دقايق. so بشيل الماسك. اوكي. And the eye patches كمان. I promise to you ان في الاخر هيبقى شكلك حلو. ممكن تسيبيه كده، بس personally I don't like that. مش بمسح السيروم، بس ايه، بروح منشفها شوية بالسبنج دي بالفوطة. then what I do is انا بحط البيكسي جلو ده اللي هو التونر، بس بسيبه ينشف على البشرة. so طبعا احنا علشان طلعت الربيع وكده، احنا طالعين من الشتاء، فبقالنا مدة ما عملناش ولا برونزاج ولا اي حاجة. وانا لون بشرتي مش وحش، بس في نفس الوقت لقيه يعني على مسفر كده شوية. so I love to use this لانه برونزاج خفيف جدا ومش بيخليكي شكلك اورنج. ولو انت لونك زي لوني هينفعك جدا. it's gonna make you look beautiful. من عند سان تروبيز، it's called self tan. وانت ترشيه وتروحي حطه على كل البشرة، واللون بيبتدي يبان من 4 ل 8 ساعات. حاجة تانية ان الدال سبري ده ممكن تستعمليه قبل ما تخرجي، يعني مش هيبهدل هدومك وهيعمل لها، مش زي البرونزر اللي هو تقيل البني ده اللي تقعدي تستحمي بيه. it's total different. this is a mist، يعني اخف بكتير. يعني دي كمان حاجة بستعملها بقالي مدة. فو obviously لو هتستعملي برونزاج او تعملي اي سيلف برونزنج، لازم تكوني عاملة تقشير البشرة ومرطبها بكريم حلو قبل ما تحطي اي حاجة. so what I do is I lightly spray this كده، واخد الجلوف وايه اروح حاطاه كده. just gonna do this and this honestly بيخلي المنظر حلو جدا، like especially if you're going out مثلا، او عندك event او عيد او اي حاجة، وانت عايزة تعملي برونزاج خفيف كده بس يكون شكلك glowy كده شوية. this is like a really good product for that. مش بيخليكي ملزقه قوي، او مش بيخليكي very dark، غامقه جدا. هو بس بيديك الجلو، like look at this already you can tell. عامه انا اصلا بهتم برجليا كتير في البرونزاج عشان شكلها اصفر شويه. مش شعري في اليوم ده، بحاول اركز على جسمي وبشرتي كويس جدا. في يوم تاني مثلا اعمل كده النهارده، وبكره اعمل شعري. anyways انا شعري كنت غسلاه امبارح، so I didn't really need to do that. دلوقتي وصلنا للمرحله ان هو ايه، احنا خلاص قربنا نخلص. so basically انت سبتي الماسك ده، وشك سبتي وشك يشرب البنفيتس اللي في الماسك، right؟ على بال ما ايه عملنا الاورو السلف تاني يعني. so the thing is النهارده انا زي ما قلت لكم هلبس وكل حاجه، بس مش هعمل ميك اب. so I'm gonna put like a natural deodorant. حاليا يعني انا بحب ده اللي هو بيلي ايكو، it's really really nice. ريحته حلوه، ريحته simple and it's just like clean. alright so now هحط obviously عشان احنا النهارده في النهار وهقضي اليوم ده كده، يعني هحط فيتامين سي. okay if you guys are wondering which vitamin C بستعمل اللي هو من عند SkinCeuticals C E Ferulic.
basically my favorite one. No, that's not true. أنا عندي كذا واحد favorite. Vitamin C طبعا بيخلي البشرة right away. Look at this. Look at that glow. I'm not even kidding. So مع السيروم لازم تتبتي كويس جدا عشان يخش في البشرة, لأن بشرتك زي سبونج, زي ليفة بتشرب كل اللي انت بتديه لها. 30 ثانية كده بعديها على بال ما يكون ناشف يعني هتحسي انه like لزق ملزق شوية كده ابتدى ينشف. بحب استعمل ده قوي. This is the Abbey Royal Huile en Eau Jeunesse. ده من عند Guerlain. This oil is so good. اللي بيخليه حلو جدا وبيخليه يدي لمعة للبشرة حلوة انه في بيز واكس, right? I have no idea how to say this in Arabic, بس جاي من البيز. I don't even know how to say bees in Arabic, but anyways. بس فعلا الزيت ده من كل اللاين بتاعهم بتاع Guerlain, الزيت ده I love it, I love it. That's the proof على فكرة, وببقى لي شهرين معايا. Obviously خذي وقتك, اعملي مساج للبشرة, تتأكدي بالطريقة دي ان التجاعيد عندك ما تطلعش بسرعة, وتجري الدم في الوش فبتفردي التجاعيد. وغير كده حتى لو عندك انت ستريس او ضغط في الحياة, الحتة دي بس نعملها كده واحنا نايمين, هتحس نفسك عندك استرخاء جامد جدا بعد الشاور. هستعمل الكريم ده سكين فود من ولادة, اتكلمت عليه برضو كذا مرة, يدوبك هو نقطة صغيرة. This is a really good cream. مش غالي, طبيعي, وبيحول بشرتك. يعني انا فعلا كل اللي انا بقول لكم عليه ده حاجات منتجات حلوة جدا. يعني لو تقدر تجيبي اي حاجة منها except اللي هو من عند SkinCeuticals ده, لانه غالي جدا, وفي فيتامين سي تانية كتيرة ارخص بكتير بتعمل شغل حلو برضو. اخر حاجة, حتى لو قاعدة في البيت لازم تحطي SPF, او هتقعدي في البلكونة او اي نور هيطولك حتى بتاع الكمبيوتر تحطي SPF. ممكن لو انت قاعدة في البيت تحطي اللي هو بتاع 30 ده. انا بستعمل CeraVe, it's really good. ليه؟ لان ده فيه 3 ceramides, hyaluronic acid, and it has a matte finish, مش بيخليك تزيتي. دي كفاية جدا. So obviously طبعا انا النهاردة قاعدة في البيت, فانا عادة بحب اعمل الروتين دي يا يوم انا قاعدة فيه في البيت, يا اما خلصت الشغل وما عنديش ولا حاجة بالليل مثلا, كنت اوريدي طبخة وعاملة كل حاجة, باخد الساعة دي لنفسي وبعد كده البس الروب وافضل بالروب ساعة ساعتين لغاية لما جسمي كله ينشف ويعني يمتص البرودكتس اللي انا حطيت عليه علشان يستفيد بكل اللي انا ايه حطيته عليه. اخر حاجة I'm gonna use the same lip balm هنا وليدا. A little bit because this one is really good. حلو قوي ده كده عشان ايه ارطب برضه شفايفي. بس انا somewhere in the video يعني نسيت اقول ان انا عملت scrubbing الشفايف بالسكر ده عشان اعمل تقشيرها برضه. So like you see كده هفضل كده هروح اقعد على الكنبه استريح, اقعد اتفرج على انستغرام فيديوهات, اتفرج على التلفزيون مع جوزي. But like the important thing ان مره في الاسبوع باخد بالي من نفسي بالطريقه دي, جسمي بيفضل على طول فريش, ريحته حلوة, بشرتي على طول تكون ناعمة, حتى بيحسن في النفسية لو اسبوعك مثلا كان تف ولا صعب, ولا انت كنت على طول مع العيال بتجري وراهم تأكليهم تشربيهم تحميهم تتعبي تروحي الشغل مش عارف ايه. خدي ساعة في الاسبوع ليكي اعمليها, حتى لو مالكيش نفس هتلاحظ ان لما تعمليها نفسك هتكون بجد مفتوحة انك like you feel just so good. So like right now بصوا البشرة شكلها حلو ازاي وبتلمع, and I'm ready just to spend the day with my husband, and that's it. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم, ولو نفعكم باي معلومات ما تنسوش تقولولي ايه رأيكم في التعليقات. باي لغاية المرة الجاية مع كريستينا حنا.